بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب في الصف الرابع. ضمن برنامج التعليم عن بعد في هيئة التربوية التعليمية، ما زلنا في دروس اللغة العربية الدرس الرابع، وهو درس اسم الإشارة. اسم الإشارة، تعريف اسم الإشارة، هو اسم يشير به إلى شيء معين، وغالبا ما نستعمل الأصابع للإشارة إلى هذا الشيء. نسمي الاسم الذي نريد الإشارة إليه المشار إليه. مثال: هذا ولد ذكي، هذا اسم إشارة، ولد المشار إليه. سنتعرف الآن على أسماء الإشارة للقريب ودلالتها. نشير باسم الإشارة هذا إلى الاسم المذكر المفرد الدال على إنسان أو حيوان أو شيء قريب، فأقول: هذا ولد نشيط. إذا كان بالقرب مني أقول: هذا ولد نشيط، للمفرد المذكر. أما للمفرد المؤنث الدال على إنسان أو حيوان أو شيء قريب أقول: هذه بنت ذكية، فأستخدم هذه للمفرد المؤنث القريب. أيضا إلى جمع غير العاقل الحيوان أو الشيء القريب، فأقول: هذه أزهار ملونة، فأزهار هو جمع غير عاقل، أزهار جمع غير عاقل، فأستخدم هذه أزهار ملونة. أما في جمع العاقل فنستخدم هؤلاء، نشير باسم الإشارة هؤلاء إلى جمع العاقل القريب سواء كان مذكر أو مؤنث، فأقول: هؤلاء أفراد عائلتي، وأقول أيضا: هؤلاء طلاب، وهؤلاء طالبات، فهي تستخدم لجمع العاقل المذكر أو المؤنث. أما أسماء الإشارة للبعيد فلا أستخدم هذا وهذه وهؤلاء، وإنما نشير باسم الإشارة ذلك إلى الاسم المفرد المذكر الدال على إنسان أو حيوان أو شيء بعيد، فأقول: ذلك، كأن أقول: ذلك طفل كريم، ذلك طفل كريم، إذن ذلك للبعيد. أيضا عندما أستخدم الاسم الإشارة للمفرد المؤنث أقول: تلك، فأشير باسم الإشارة تلك إلى الاسم المفرد المؤنث الدال على إنسان أو حيوان أو شيء بعيد، وإلى جمع غير العاقل البعيد، فأقول: تلك طبيبة ماهرة إذا كانت بعيدة عني. أيضا تلك طيور مهاجرة، إذا رأيت طيور في السماء مهاجرة أقول: تلك طيور مهاجرة، فكلمة طيور تدل على جمع غير العاقل. أما للجمع العاقل البعيد فأستخدم أولئك، نشير باسم الإشارة أولئك إلى جمع العاقل البعيد سواء كان مذكرا أو مؤنث، فأقول: أولئك أولاد مجتهدون، أولئك تلاميذ، وأولئك طالبات، فهي لجمع العاقل البعيد. أما بالنسبة إلى أسماء الإشارة للمكان، فإذا كان المكان قريبا منا نقول: هنا، كأن أقول: هنا منزل قريب. أما إذا كانت منازل بعيدة فأقول: هناك منازل بعيدة، أو هنالك، يصح الوجهان، أقول: هناك وهنالك منازل بعيدة. هذا هو درسنا لليوم، تحدثنا فيه عن أسماء الإشارة سواء كانت القريبة أو البعيدة. قلنا أسماء الإشارة للقريب هذا وهذه وهؤلاء، أما للبعيد فنستخدم هنا وهناك وهنالك. هذا درسنا لليوم، لدينا واجب صفحة 33. أتمنى التواصل على الواتس أب من الساعة 6:00 إلى 8:00، وشكراً
لتفهم لحضوركم. غلط حضوركم من الصفا. صحيح. أول شيء شكرا ل أي ست يعني كنا. إذا بدك تقولي هلا قولي. شكرا شكرا لتفاعلكم. استماعكم. شكرا لاستماعكم. 3-2-1 كيو. شكرا لاستماعكم. استماعكم.